السلام عليكم اخوان، شعود الخوت، كلشي مزيان، صحيحه، الطويرات، كلشي بخير. المهم الاخوان، يعني موضوع النقاش موضوع فيه الفائده الاخوان، غادي نحاولوا ان شاء الله باش نعرفوا الاخوان ديالنا بالعش المناسب والعش يعني ولا الاعشاش اللي ما كتسببش لنا مشاكل في الانتاج الاخوان، يعني في فتره البيض وكذلك في فتره التفريخ. غادي نحاولوا ان شاء الله باش نعرفوا الاخوان ديالنا على العش اللي كنخدموا به والعش المناسب اللي ممكن يخدموا به حتى هما. كيف كنعرفوا دابا حاليا يعني اغلبيه ديال الاخوان كيوجدوا في الطويرات ديالهم، كيديروا لهم التجهيز وكذلك كيقتنيوا المستلزمات ديالهم، وبغينا نخليو لهم هذا الموضوع باش يتعرفوا على العش المناسب اللي ممكن يخدموه الطويرات ديالهم وما يسببش لهم مشاكل وما يسببش لهم اضرار، من خلال التجربه ديالنا الاخوان وكذلك يعني من خلال التجربه ديال الاعشاش اللي خدمنا بهم وارتاحينا في العش اللي ما كيسببش لنا مشاكل الاخوان. كيف كنعرفوا كاينين اعشاش يعني خارجيه، كيف كتبان لكم دابا حاليا حنا ولينا كنخدموا باعشاش خارجيه، وكاينين بعض الاخوان اللي كيخدموا باعشاش داخليه الاخوان، يعني هادو اعشاش داخليه. كاين هاد النوع هذا الاخوان يعني اعشاش داخليه، وكاين هاد النوع هذا يعني اعشاش داخليه، وكاينين اعشاش خارجيه كيف مخدامين بهم حنايا، يعني كتكون اعشاش خارج الاقفاز الاخوان، كتركب يعني في الباب ولا في الباب اللي كيكون في الجنب، كنحاولوا باش كتحل الباب وكتركب هاد العش هذا هنايا، وكاينين هادو الاخوان. المهم الاخوان، حنا علاش ارتاحينا ولا علاش كنخدموا بهاد الاعشاش الخارجيه بالضبط، هو الموضوع اللي غادي نشرحوه للاخوان ويعرفوا اشنو هما المشاكل اللي ممكن يسبوا ليهم الاخوان اللي كيخدموا بالاعشاش الخارج يعني الداخليه، واشنو هو كنستافدوا من الاعشاش الخارجيه. حيت اغلبيه ديال الاخوان كيقول لك بانني يعني ما عرفتش واش غندير عش على برا ولا ندير عش على يعني داخل الاقفاز. المهم انا كنفضل الاخوان يعني اعشاش اللي كتكون على برا ديال القفص. علاش الاخوان؟ كيف كنعرفوا دابا حاليا الاعشاش اللي كتكون داخله، اول حاجه كنركبوا فيها الطبيقه ديالها، ممكن الانثى باش كتجمع العش ديالها وكيكون البيض هنايا العش الاخوان يعني ما ماشي محمي، العكس ديال هذا، هذا محمي من ثلاث جوانب الاخوان، يعني عنده غير فتحه واحده. ممكن باش كتبيض لنا الانثى وكيجي الذكر كيبدا كيجر في العش الاخوان بحكو كيقلبوا، ممكن يطيح هذاك البيض يعني كيتهرس ولا كيضيع لنا هذاك العش كامل يعني من خلال الذكر او الانثى. العكس ديال هذا الاخوان، هنا واخا كيكون يعني العش راكب في هذا يعني كاع الى جروا الذكر كيكون غير من خلال جانب واحد، وممكن باش تلقى البيض يعني هنايا ما كيتهرش ولا كيطلع يتحط هنايا. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني وهو الانثى كتكون متعرضه للذكر، يعني بين الذكر ماشي بحال هذا الاخوان يعني محميه منه من ثلاثه جوانب، يعني كيبقى كيبرزطها، ممكن باش يجي يقوم بالتلقيح ديالها وهي حاضنه، ممكن باش يكون شي جار بيناتهم وتقلب هذا العش هذا. كيف كنعرفوا يعني ما كيوفرش حمايه اللي مزيانه. كذلك الاخوان في التفريخ فاش كيكونوا الفراخ الصغيره هنايا حتى هو ما كيوفرش لنا الحمايه، ممكن الصغار باش يطيحوا لنا من العش، ماشي بحال هذا الاخوان يعني كيكون متوفر الحمايه من ثلاث جوانب كيف قلنا، كيخلي غير فتحه واحده اللي كاينه هنايا الاخوان، اللي كاينه هنايا الاخوان كيف كتبان لكم، يعني هذيك الفتحه كتقلص لنا بزاف ديال المخاطر ولا بزاف ديال المشاكل اللي كيسببها الذكر للانثى داخل الحضن ولا داخل التفريخ، وكذلك اللي كتسببها للانثى. كيف كنعرفوا بزاف ديال الاناث يعني كتبيض، ممكن تبيض البيضه الاولى والثانيه وباقا كتلعب بالعش ديالها ولا كتحاول باش كتعاود تجرو وكتعاود تردو. هنا الاخوان هذا ما كيوفرش لينا بزاف ديال الحمايه كيف كنعرفوا، وحتى يعني الحركه ديالو كتكون فيه حركه بحالو بحال هذا الشكل ديال هذا حتى هو، لحقاش غير كيشدو غير من هنا الاخوان. العكس ديال هذا يعني كيكون واحد العش اللي ما كيتحركش، ما كيكونش يعني كيكون شاد مزيان الاخوان وكيكون صحيح وكيكون كيف قلنا موفر لنا الحمايه من ثلاثه جوانب الاخوان. العكس ديال هذا كيف كتخليه يعني فيه بزاف ديال المشاكل. انا الاخوان باختصار كنفضل العش يعني ديال برا اللي كتكون فيه السيبوره ديالو بوحدو الاخوان، والانثى يعني كتاخذ راحتها فيه، ما كيبقاش يبرزط الذكر، وحتى الذكر يعني كياخذ راحته في السيباريه كيبقى كيتحرك مزيان، والانثى يعني كتبقى حاضنه وكتبقى مزيانه كذلك في الفراخ. المهم الاخوان يعني كنحاولوا باش نخدموا بهاد الاعشاش، ولكن انا ما كنخدمش بهم يعني في 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 كيف قلنا في التفريخ ولا هذا، كنخدم في بهادو في التفريخ، ولكن ملي كيكبروا الوليدات ديالنا
وكيبداو يطردوا الريش وكنبغيو نوجدوا الانثى يعني العش الثاني. كنحاول باش كناخذ هذا العش هذا وكنركبوا للداخل وكنحول هذاك العش ديال الوليدات هنايا وكنوفر ليها ثاني عش جديد وكنحاول ننقي لها ديك البلاصه وكنخليها تعاود العش ديالها في نفس المكان. والذكر كيستافد يعني كيتبع ولا يعني كيكمل مع الوليدات ديالو في هذا العش هذا. هذا هو الدور اللي كنخدم بهذا العش هذا الاخوان ولا بهذه الاعشاش الداخليه كيف كتبان لكم. ولكن بالتركيز ولا باش يعني تتفادى المشاكل ديال الانتاج ويكون انتاج مزيان وما يطراوش هذه المشاكل يعني ديال البيض باش يتهرس لك البيض وباش يعني يطيحوا لك الوليدات الصغار ولا الذكر يبقى كيبرز لك الانثى ولا يبقى كيجر ليه العش ديالها ويجر معاه حتى البيض. هنا كنحاولوا باش ناخذوا الاعشاش الخارجيه. المهم حنا الاخوان يعني كنهضروا غير من خلال التجربه ديالنا مع الطويرات ديالنا يعني كنتفاداو بزاف ديال المشاكل. كنا خدمنا بهادو وكنا خدمنا بهادوك يعني دوزنا جميع الاعشاش ولكن الاعشاش اللي استفدنا منهم وكانت معاهم تجربه اللي مزيانه وكان فيهم انتاج مزيان هما الاعشاش الخارجيه. هذاك الشيء علاش بغينا نوصلوا للاخوان يعني الفكره ديالنا وباش يعني حتى هما ممكن باش يخدموا بالاعشاش الخارجيه يعني راه مزيانه. وكذلك راه كاينين بعض الاخوان يعني اللي كيخدموا اعشاش داخليه وخدامه يعني يخدموا لهم مزيان يعني راه ماشي حكمنا عليهم 100% ولكن غير باش ما نتوقعوش ولا باش نقصوا هذوك المشاكل بالاخص الاخوان اللي يعني الله بادي مع الطوارات ديالو كنحاولوا باش ناخذوا الاعشاش ديال برا كينقصوا علينا بزاف ديال المشاكل وباش ما تبقاش مقابل يعني الطوارات ديالك فوق القياس. المهم الاخوان الله ييسر لكم والله ييسر جميع الخوت. راكم عارفين الاخوان يعني اي حاجه كنحاولوا باش نطبقوها مع الطوارات ديالنا راه كنشاركوها معكم. الله ييسر لكم الاخوان والله ييسر